هذا النوع من الضمائر يستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين يفعلون نفس الشيء يشعرون بنفس الطريقة. فمثلاً إذا كان أخوك يكره أختك وكانت أختك تكره أخوك، فيمكنك أن تقول ما يلي: My brother and sister hate each other. My brother and sister hate each other. أخي وأخته يكرهان بعضهما البعض. They hate one another. They hate one another. إنهم يكرهون بعضهم البعض. ويستخدم هذا النوع من الضمائر كفاعل للجملة، وكذلك يمكن أن تستخدم هذه الضمائر كمفعول به مباشر أو غير مباشر، كما في الأمثلة التالية: We help each other a lot. We help each other a lot. نحن نساعد بعضنا البعض كثيرا. You and I understand each other. You and I understand each other. أنت وأنا نفهم بعضنا البعض. We support one another through good times and bad. We support one another through good times and bad. نحن ندعم بعضنا البعض من خلال الأوقات الجيدة والسيئة. They sent each other gifts from time to time. They sent each other gifts from time to time. أرسلوا هدايا لبعضهم البعض من وقت لآخر. وكذلك يمكن استخدام هذه الضمائر كمفعول به لحرف الجر، وكما في الأمثلة التالية: Tom and Mark were jealous of each other. Tom and Mark were jealous of each other. توم ومارك يشعران بالغيرة من بعضهما البعض. They didn't dare to look at one another. They didn't dare to look at one another. لم يجرؤوا على النظر إلى بعضهم البعض. لاحظ أن هناك فرق بسيط بين each other و one another. each other للإشارة إلى أكثر من شخصين، أو one another للإشارة إلى شخصين أو شيئين فقط. في اللغة الإنجليزية الرسمية يمكن استخدام each كفاعل للجملة، واستخدام the other كمفعول به للجملة أو حرف جر، حيث أن each تكون متبوعة دائما بفعل في صيغة المفرد كما في الأمثلة التالية: Each appears to be unwilling to learn from the experience of the others. Each appears to be unwilling to learn from the experience of the others. يبدو أن كل منهما غير راغب في التعلم من تجربة الآخرين. يمكن إضافة as إلى the other أو one another أو each other للدلالة على الملكية. مثال: I hope that you all enjoy each other's company. I hope that you all enjoy each other's company. أتمنى أن تستمتعوا برفقة بعضكم البعض.